شفت صورتها بجوالك. وكيف عرفتي اسمها؟ وين قابلتيها؟ أنا أعرفها يا سامي، جات المستشفى كانت شاكة إن أمها ما ماتت بشكل طبيعي. على فكرة العائلة ذي لها أعداء كثير، وأولهم عائلة عمك و... بعد كملي كملي. جت يوم حادث فهد. تدرين إنها هذه خطيبة فهد؟ مستحيل، وش خطيبته؟ ما كانت قادرة تدخل تشوف فهد 5 دقايق عشان عمك كان عنده، وسوينا فيلم طويل عشان نصرفه وتشوفه. هو قال لي بلسانه. ما يصير. كيف يعني ما يصير؟ هذه بنت البهيتاني، بنت عدو عمك، يعني مستحيل يخطبونها لفهد. طيب وش الهدف منه انه يقول لي كذا؟ هي هذه البنت اللي كنت تكلمني عنها اللي طلعت خطيبة اخو خويك؟ شهد، انا عارفه انك مو تمام. ومن قال اني ماني بتمام؟ شايفتني قاعده اشد في شعري ولا قاعده اصقع راسي بالجدار؟ لا، مو لازم تشدين شعرك عشان افهم ان فيك شيء. سكوتك وهروبك هذا لوحده كفايه. هذا الطبيعي حقي. والطبيعي حقي انا بعد اني لما اشوفك في هذه الحاله اسالك، او اسال اختك اللي ما تعرف عنك شيء، او اسال اي واحده من صديقاتك اللي ما قد شفت واحده منهم في البيت. انتم ليش غريبين كذا؟ ليه ما قد شفت واحدة من صديقاتك في البيت؟ ما في الله وش اسمها ذي عهود، وفي الأخير أختك قلبت عليها. أمي الله يرحمها علمتنا ما نثق في أحد، وأن العلاقات كلها مصالح، والناس تعرفنا عشان طمعانين فينا كوننا بنات عبد المحسن. الله يرحمها، عمرها ما غيرت طبعها، كانت تبي تبعدكم عن الكل، وفي الحقيقة أنها نجحت. تدرين ما خلتنا نثق في أحد وبس؟ لا، حتى ما نثق في بعض ولا حتى فيني يا شهد. شهد حبيبي، في الحياة هذه لازم يكون عندك شريك، أحد يوقف معك يوم تبين تتكلمين، أحد يسمعك. هذا أنت طول الوقت لحالك، بس الحين أنا ماني لحالي وممكن أسمعك. هذا إذا كان عندي كلام أقوله. كلنا عندنا كلام نقوله، بس حنا نخاف نقوله.